نبتدي بفريق وفاق اسطيف. بعثة فريق وفاق اسطيف وصلت القاهرة، وزي ما حضراتكم تعلموا الشغل الشاغل لإدارة النادي الأهلي والفريق النادي الأهلي هو مباراة السبت القادم، اظبطوا ساعاتكم في 9 مساء في ملعب الأهلي والسلام بحضور 21,000 متفرج. إن شاء الله مباراة الأهلي مع وفاق سطيف ذهاب الدور قبل النهائي من دوري رابطة الأبطال الأفريقية. طيب، مهم إن أنا أعرفكم إن فريق وفاق سطيف مستعد للمباراة بشكل كويس جدا جدا جدا. خليني أقول لكم قائمة فريق وفاق سطيف اللي وصلت للقاهرة في حراسة المرمى: سفيان خزيرية، زكريا بوحلفية، وأدريس بوضياف. في الدفاع: عبد الحق دباري، وهواري فرحاني، وبالقاس ابراهيمي، ومحمد خطير زيتي، وهشام بلقوري، وعبد الكريم نمديل، وحسين العريبي، وابراهيم حشود. وفي الوسط: امير قراوي، واحمد كندوسي، وعبد القادر بوطيش، وابراهيم فرحي بن حليمه، واكرم جحنيط، وعبد المؤمن جابو. وفي الهجوم: ابراهيم بدبوس، وعبد الرحيم دغموم، وزبير مطراني، ورياض بن عياد، ومنصف بكرار. فرقة منتهى الاحترام، زي ما الأستاذ مدحت فؤاد بيقول فريق وفاق سطيف تقيل، فريق تقيل، وعندهم خط وسط قوي جدا، وحراسة مرمى مميزة، ورغم الضائقة المالية والأزمات اللي كانوا بيعانوا منهم، لكن فرقة عاملة شغل محترم، وصلت للدور قبل النهائي، أبدا ما تقللش منها، طلعت فرقة كبيرة، عاملة مجهود محترم، أدائها لو اتفرجت على ماتشاتها تلاقي لا فرقة محترمة. فرقة محترمة محترمة محترمة، سواء مدير فني، سواء حراسة مرمى، دفاع وسط، لا فرقة متكاملة بمنتهى الأمانة، يتعمل لها ألف حساب، يتعمل لها ألف حساب. طيب، أنا على التحديد بقول لكم بعض الأسماء من اللعيبة المميزة جدا، خدوا بالكم من حراسة المرمى. عندهم في الدفاع بالقاسي إبراهيمي، ومحمد خطار زيتي، وهشام بالكروي، دول ناس مميزة جدا. كمان في الوسط سواء احمد كندوسي ولا امير كراي ولا عبد القادر ولا عبد المؤمن جابو من الناس المميزه. في الهجوم ابراهيم بدبوس ولا منصف بكرار ولا رياض بن عياد. مش عايز اقول لكم الفرقه فيها اسامي تقيله، ونجاحهم ان هم تجاوزوا الازمات الماليه اللي عندهم ان هم يصلوا لهذا الدور. خلاص انت بتتكلم دور قبل نهائي دوري ابطال الافريقيه، يبقى الاربع فرق مرشحه للفوز بالبطوله. طبعا مباراه الذهاب السبت القادم زي ما حضراتكم تعلموا ملعب الاهلي والسلام 9 مساء، الملعب اللي بعده او المباراه العوده يبقى السبت اللي بعده 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري. طيب، طاقم التحكيم، طاقم التحكيم صوتك ضعيف يا ابو حميد، حاول تظبط الصوت، طمنوني الصوت اخباركم ايه؟ الصوت طمنوني الصوت عامل ايه؟ الصوت طمنوني الصوت ايه؟ طاقم التحكيم الحكم الاثيوبي باملاك تيسيم باويسيا، ويا ربنا يستر عليه، باملاك تيسيميا ربنا يستر، وبيعاونوا السوداني محمد عبد الله ابراهيم، وعيسى يايا من تشاد، والبوتسواني جوتشا بوندوا حكم رابع. كمان الزامبي جانسي كازوي مسؤول عن الفار، مع الكاميروني الفيت جاي، والموريتاني احمد هيرالي. الصوت ممتاز نادر احمد، بشكرك، والاستاذ احمد يحيى. الدكتور علاء عبد الحميد، يبقى المشكله عند حضرتك، النت عند حضرتك فيه مشكله، لان الاستاذ احمد السبكي ونادر بيطمنونا، وخالد كمان بيطمنونا ان الصوت والصوره زي الفل الحمد لله. فطاقم التحكيم كوكتيل افريقي: صفاره الحكم الاثيوبي باملاك تيسيمبا، ربنا يستر، لان انا مقلق من طاقم التحكيم قوي، ومعاه على الفار جاني تسيكا زوي، هو اللي مسؤول عن الفار، ودايما في المباريات الافريقيه ما تامنش ولا للفار ولا الحكم الصفاره حكم الساحه، طول ربنا يستر، ودعوات المصريين او دعوات الاهلاويه بالتحديد للتوفيق في النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب، الناس خايفه، والناس بتقول اداء الاهلي في مباراتي الدوري الاخيره كان فيهم مشكله، وتعادلين تعادلين كان عملوا ازمه عند النادي الاهلي، وقبلهم كمان هزيمة من المصري. طيب، الناس الأهلوية دلوقتي لا ما تقلقوش، لأن النادي الأهلي في أفريقيا تحس إن ليه شخصية مختلفة عن النادي الأهلي في الدوري، وهذا الأمر يعني يزعج الأهلوية، يزعج الأهلوية، ولكن اللي عايز أقوله إن النادي الأهلي استغل فترة الراحة دي
واشتغل بشغل بدني كويس، اشتغل شغل فني كويس. يعني عجبني المعسكر اللي ابتدوه اول امس، معسكر مغلق مبكر لحد نهاية مباراة العودة في وفاق سطيف في الجزائر. عجبني ان بقى الفريق بيتجمع 7 ساعات في ملعب التتش، بيتغدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، ومحاضرات فيديو ومعالجة اخطاء، فشغل محترم. وده كان من نتاج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين، ومن قبلها لجنة التخطيط. كابتن محمود الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط، بعد كده اجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين، وكان في منتهى الصرامة، ووضح بكلمات قوية وقال بالنص: اللي مش قد الأهلي يقول لنا، اللي مش هيقدر يستحمل قولوا لنا، اللي مش قد الأهلي يقول لنا، اللي مش هيتحمل الضغوط يقول لنا. علشان كده كابتن محمود الخطيب ربما رسالته مع اللعيبه دي تكون درس، كل يفوق والكل يركز في الفتره اللي جايه. الناس اللي بتتكلم على طاهر محمد طاهر، وان لما اداله مش تيشرت الاهلي، بقيه السويت شيرت عشان يلبسه فوق التيشرت، رماه ما بعد مباراه الاهلي في الاخيره في الدوري، تم تغريم طاهر محمد طاهر. والاهلي لم يعلن عن هذه الغرامه، لكن طاهر محمد طاهر، عشان الاستاذه داليا بتسال، تم عقد معاه جلسه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وضحوا له الفتره الجايه لازم الامور الالتزاميه والتربويه تبقى ماشيه ازاي، وتم تغريمه ماليا. وطاهر محمد طاهر مركز جدا في معسكر النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. طيب، الناس اللي عايزه تطمن بقى على اللعيبه، خليني اقول لكم كده، يعني من خلال متابعتي للمران اللي لسه منتهي منذ دقائق، ومتابعتي للمرانات او التمرينات اللي انتهت في الفتره الاخيره، الحمد لله بطمنكم عمرو السوليه جاهز للمشاركه في اللقاء. فحاجه رقم واحد، عمرو السوليه جاهز للمشاركه في اللقاء، كمان ديانج جاهز للمشاركه في اللقاء، واحمد عبد القادر جاهز للمشاركه في اللقاء. فالاهلاويه يطمنوا. تتكلم اليو ديانج كان بيشتكي من شد في السمانة، جاهز للقاء. عبد القادر والذي لم يشارك في مباراة الأهلي الأخيرة جاهز للقاء. السولية جاهز للقاء. طبعا ثلاثة تقال. عبد القادر افتقدناه فعلا، صاحب الحلول الفردية. فالحمد لله تأكد جاهزية عمرو السولية، تأكد جاهزية اليو ديانج، تأكد جاهزية عبد القادر، ودول الثلاثي اللي كانوا عاملين أزمة عند الأهلاوية في المران في الفترة الأخيرة، والكل بقى بيتابعهم. لكن الحمد لله النهاردة يعني شاركوا في التمرين بشكل كامل وجاهزين للمباراة يوم السبت، مفيش مشكلة. فالثلاثي جاهز. ديان كان عنده كمان كدمة أعلى الركبة، غير كمان الشد اللي في السمانة، عبد القادر كدمة في الكتف، الثلاثي شفنا الشد اللي في الخلفية. لكن أنا بطمن الأهلاوية، خدوها المستقر يعلن صراحة جاهزية ديانج والسولية وعبد القادر لمباراة الأهلي القادمة. خدوها بقى انفراد مني، تأكد غياب ها منتظر مين اللي هيغيب للأسف، المدافع محمد عبد المنعم. مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم بشكل كبير بيغيب عن اللقاء. ليه؟ زي ما حضراتكم تعلموا، هو جاله يعني شد عضلي في مباراة سيراميكا كليوباترا ولم يكمل اللقاء، فتأكد بشكل كبير غياب محمد عبد المنعم عن لقاء الأهلي مع وفاق سطيف. برافو عبير خميس، محمد عبد المنعم بيغيب. نورة مكاوي قالت لك أحمد عبد المنعم، يعني أحمد بن محمد واحد. فمحمد عبد المنعم بيغيب عن لقاء النادي الأهلي أمام وفاق سطيف. لكن الشيء الجيد، معرفش الناس تتفق معاه جيد ولا مش جيد، عودة رامي ربيعة، ان تأكد جاهزية رامي ربيعة، وشارك كمان في التدريبات في الفترة الأخيرة، فبرضو رامي ربيعة جاهز. فخلينا يعني نشارك كده مع بعض الدقائق. أستاذ رمضان قنديل منورنا، لو أنا من موسيماني تحطوا تشكيلة إيه؟ يعني عشان برضو الناس المحترمة اللي بتتابعنا وجدانا قالت لك مش جيد، انا معاك، لان رمضان رامي ربيعة بعيد كمان عن المشاركة بقاله فترة. لو انت مكان موسيماني اختاروا التشكيلة، الشناوي في حراسة المرمى لا خلاف عليها، محمد هاني على اليمين، علي معلول على اليسار، اتنين قلبي دفاع اكيد ياسر ابراهيم، مين بقى اللي جنبه؟ يعني ربما الاقرب ايمن اشرف، ربما حمدي فتحي،
في الوسط السولية وديانج، ممكن أفشة، ممكن نشوف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ممكن بيرسي تاو، ممكن يلعب بالثلاثي ديانج والسولية وأفشة، وبالتالي يبقى معاه الشحات وبيرسي تاو بس، ممكن محمد شريف قدام، ممكن يبدأ بعبد القادر. كل دي أفكار في دماغ موسيماني، يبعتوا لي يقولوا لي التشكيل اللي حضراتكم تتمنوا إن موسيماني يبدأ فيه، لأن موسيماني دايماً كلنا بنقول ربنا يستر في التشكيل وتحضير للمباراة زي ما الأستاذ مدحت فؤاد بيقول. إن شاء الله ياسر إبراهيم يكون قوي، جابر حسان من الناس المميزة في الفترة الأخيرة بصراحة. يا خوفي من موسيماني بتمنى يكون بيحضر صح للمباراة. مدحت فؤاد، مش عايز أقول لك يا أستاذ مدحت، موسيماني شاهد أكتر من 9 مباريات لوفاق سطيف، والمران في الكام يوم اللي فاتوا بيتكلم مع اللعيبة على تصحيح بعض الأخطاء اللي الأهلي ارتكبها، وبيتكلم على مميزات الخصم، وده أمر طبيعي. نتمنى بقى على أرض الملعب اللعيبة تكون مركزة، اللعيبة تكون فايقة، تقدر تشتغل بشكل كويس. إن شاء الله لا تقلق، سوف يحضر جيد جابر حسان. يا مسهل إبراهيم محسوب منورنا. المؤتمر الصحفي بالمناسبة هيبقى الجمعة الساعة 8 مساء بملعب الأهلي ويا السلام، هيحضره موسيماني المدير الفني وكابتن النادي الأهلي بشكل كبير الشناوي أحمد السبكي. قال لك الشناوي، معلول، هاني، ياسر، أيمن، أشرف، ديانج، حمدي فتحي، أفشة، الشحات، أحمد عبد القادر شريف. تشكيل محترم. الأهلي كمان النهارده في المران كان فيه جمل فنية وخططية، كان فيه فقرات بدنية، كان فيه تسديد على المرمى، كان فيه ركلات جزاء، وده كويس جدا لأن الأهلي عانى المباراتين الماضيتين في دوري ابطال افريقيا من اضاعه ركلات الجزاء. استاذ مجدي الفي منورنا. كمان علي لطفي، الناس اللي بتسال عليه يمكن لم يشارك في مران الاهلي اول امس، لكن شارك بالامس وشارك النهارده، فتاكد جاهزيه علي لطفي. طبعا الشناوي هيبدا، لكن علي لطفي يدي لك ثقه على دكه البدلاء. جابر حسان، انا اهلاوي اشجع الاهلي من 57 سنه، ربنا يديلك الصحه يا استاذ جابر منورنا. هل اقترحت لجنه التخطيط التعاقد مع مهند لاشين ونبيل عماد دونجا لعدم وجود احتياطين في هذا المركز؟ الاسمين تم طرحهم، لكن بلاش نتكلم على صفقات دلوقتي، امانه عليك يا داليا، خلينا نركز مع الفريق وما بعد مباراتي وفاق سطيف نتكلم في كل حاجه. لكن الاهلي بيتحرك لضم مهاجم وظهير ايمن وحاجات كتيره جدا. محمد البيلي منورنا، كل سنه وانت طيب. نعيمة السيد، كل سنة وصرتك في أتم الصحة وحال، بشكرك بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيبة. كمان حارس وفاق سطيف ومن الناس المميزين جدا 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 سفيان خزيرية، اتكلم وقال ان وصولنا للدور ده اكبر دافع لينا كفريق وفاق سطيف امام النادي الاهلي. قال لعبنا امام فرق كبيرة كمان الترجي التونسي، فاحنا محاربون داخل ارض الملعب وعندنا ثقة للفوز بالبطولة. بقول لكم عندهم معنويات رهيبة فريق وفاق سطيف، فنتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ونتمنى التوفيق ل يعني طاقم التحكيم، كلنا مقلقين مش عارفين الأمور هتمشي ازاي.